أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزور بروكرز تاريخ 9/1/2020. محدثكم عصام اسطنبولي، نظرة على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار. من الناحية الإخبارية على الأجندة الاقتصادية لدينا اليوم حديث للسيد كارني محافظ البنك البريطاني، سيقوم فيه بالحديث عن النظرة المستقبلية للسياسة النقدية والتوقعات لمستويات التضخم في المملكة المتحدة. أما من الناحية التقنية نلاحظ التداولات السلبية حاليا على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار وتداولات أقل من مستوى 30-85، وهو ما يعزز النظرة السلبية للوصول بالأسعار إلى مستويات 30-30. كسر مستوى 30-15 يعزز أيضا النظرة السلبية للوصول إلى مستويات 29-65. أعلى مستوى 31-5 تعزز النظرة الإيجابية وتلغي أي نظرة سلبية على الجنيه الإسترليني للوصول إلى مستويات 31-50. وكسر مستوى 31-70 يعزز أيضا النظرة الإيجابية للوصول الأسعار إلى مستويات 32-20. كان معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزور بروكرز. شكرا لحسن المتابعة.